أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني
خاف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله.